المادة المحددة للتفاعل هو عنوان درسنا لهذا اليوم، وهو من كيمياء الصف 11. ونذكركم أنه يوجد في القناة شرح للأحياء والفيزياء للصف 11. سنبدأ في البداية بنشاط 7، ونشاط 7 لمعرفة مفهوم المادة المحددة، يعني الإجابة عن هذا النشاط يوصلك إلى تعريف المادة المحددة. طبعا هنا كما نرى يوجد مثال عبارة عن جزيئات من الهيدروجين وجزيئات من الأكسجين لتكون جزيئات من الماء. طبعا هنا عدد جزيئات الهيدروجين وهي لونها الأبيض 10، وعدد جزيئات الأكسجين هي عددها 7، وتكون عندي هنا جزيء 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تكون 10 جزيئات من الماء، ويتبقى عندي جزيئين من الأكسجين، حيث أن كل ذرة أو من الأكسجين تتحد مع ذرتين من الهيدروجين. طبعا هنا ما عدد جزيئات الهيدروجين المتبقية والأكسجين في هذا التفاعل؟ نجد أن فقط الأكسجين تبقى من جزيئات، لكن الهيدروجين لم يتبقى أي، طبعا الهيدروجين هي الكرات البيضاء، لم يتبقى أي نوع من أو لم يتبقى أي جزء. طبعا يريد منك أن تكتب معادلة موزونة، هذه المعادلة كالتالي. طبعا هي عبارة عن 2 مول من الهيدروجين أو جزيئين من الهيدروجين مع جزيء من الماء أو مول واحد من الماء من الأكسجين آسف، ليعطيني 2 جزيء من الماء. طبعا هنا عند مزج 10 جزيئات من الهيدروجين مع 7 جزيئات من الأكسجين، فإن كم المادة المتبقية؟ طبعا هنا كمثال عدد جزيئات الماء التي تنتج هي 10 جزيئات. المادة التي حددت كمية التفاعل هي المادة التي انتهت في البداية، وما المادة التي انتهت في البداية؟ هي المادة الهيدروجين، حيث أننا لم نجد في النواتج أي جزء من جزيئات الهيدروجين، لكن المادة التي تبقيت هي تبقيت جزيئين من الأكسجين، وهذين الجزيئين من الأكسجين هنا نجد من هنا من هذه العلاقة أن هناك شيء يسمى مادة محددة للتفاعل ومادة فائضة، بمعنى أن المادة تسمى المادة المتفاعلة التي استهلكت بشكل كامل هي المادة المحددة للتفاعل، ولم يتبقى منها أي جزيء، وهنا هي عبارة عن الهيدروجين، فالهيدروجين في النشاط السابق لم يتبقى أي من أي جزيء وتم استهلاكه بشكل كامل، ففي هذه الحالة هو المادة المحددة للتفاعل، بمعنى أن التفاعل يتوقف عند استهلاك كل الكمية، بمعنى أن تفاعل تكون الجزيئات الماء توقف عند استهلاك كمية كاملة من الهيدروجين، فالهيدروجين هو المادة المحددة، بينما تسمى المادة المتفاعلة التي لم تستهلك بشكل كامل المادة الفائضة، وفي المثال السابق كان هو عبارة عن الأكسجين. ويمثل هنا سؤال، يمثل الشكل الآتي تفاعل غاز الهيدروجين والنيتروجين لإنتاج الأمونيا. طبعا الأمونيا للعلم يوجد أكثر من طريقة لإنتاجها، لكن ما المادة الفائضة والمادة المحددة في التفاعل؟ هنا للعلم من أجل عملية تسريع واستمرار الهيدروجين يتم عملية سحب الأمونيا أولا بأول، وهذه الجزئية سنشرحها في الفصل القادم، لكن نريد أن نعرج على حل هذا السؤال. لكن قبل أن نبدأ بحل هذا السؤال، طبعا هذا نشاط 8 عملي، طبعا هذا تم حذفه من كتاب الرزم التعليمية، لكن موجود هذا النشاط في الكتاب المدرسي العادي، فقط سأعرض حله على السريع حتى لو كان أحد الطلبة معه النسخة القديمة فقط يستطيع الحل، وهو هذا هو الحل وهذه هي المعادلة، لن أتطرق لشرحه لأنه كان موجود، ولكن هذا هو حله لمن يرغب في أن يعرف حل هذا النشاط بشكل أساسي، لأنه تم حذفه من كتاب الرزم التعليمية، فقط سأعطيه. طبعا هنا ترون
المادة المحددة هي المادة التي تفاعلت أو استهلكت بشكل كامل حتى يتوقع التفاعل باستهلاكها، والمادة الفائضة هي المادة التي تبقى منها كمية زائدة بعد انتهاء التفاعل. سنذهب إلى حل السؤال. إذا نرجع للسؤال، هذا الشكل يمثل غاز الهيدروجين والنيتروجين لإنتاج الأمونيا. طبعا هنا الرموز واضحة بالنسبة لكم، بالنسبة للنيتروجين يمثل بذرتين على شكل آسف على شكل كرتين تظهر كلون الأزرق، بينما الهيدروجين كرتين أزرق فاتح لكن بشكل أصغر، والنشادر أو الأمونيا خليط بينهما، كل ذرة من النيتروجين تتحد مع ثلاث ذرات من الهيدروجين. طبعا لو رأينا هنا ما الذي يتبقى؟ يتبقى النيتروجين ولم يستهلك بشكل كامل. إذا ما المادة المحددة في التفاعل؟ هي المادة التي تم استهلاكها بشكل كامل وهي عبارة عن الهيدروجين، بينما النيتروجين هي المادة الفائضة لأنها تبقت في التفاعل. إذا هنا نلاحظ من الشكل أن كل ثلاث جزيئات من الهيدروجين تتفاعل مع جزيء واحد من النيتروجين، وتبقى جزيء من النيتروجين، جزيئان من النيتروجين، فإذا المادة المحددة هي الهيدروجين، حيث حدوث كمية من الأمونيا الناتج هي ست جزيئات، والمادة الفائضة هي النيتروجين، فحيث تم استهلاك كمية الهيدروجين بالكامل. سنبدأ الآن بحل مسائل على المادة المحددة. طبعا يوجد لحل المادة المحددة خطوات، سنبدأ بشرح هذه الخطوات ونأخذ مثال. خطوات حل مسائل المادة المحددة، بالنسبة للمادة المحددة في البداية نحسب عدد مولات كل مادة بإحدى الطرق، إما عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية، أو عدد المولات التركيز ضرب الحجم باللتر، عدد المولات حجم باللتر على 22.4، أي قانون من قوانين حسب المعطيات التي يعطيها إليك بالسؤال. ثم تحديد المادة المحدودة المحددة، وذلك بقسمة عدد المولات المحسوبة. طبعا سنعرف هذه الكلام طبعا من المعادلة للمادة. طبعا المولات المحسوبة من القانون على المولات الموجودة في المعادلة، القيمة الأقل هي التي تكون المادة المحددة، والقيمة الأكبر هي المادة الفائضة. ومن بعد ذلك نقوم بحساب عدد مولات المادة الفائضة، بحيث أن عدد مولات الفائضة المادة الفائضة تساوي عدد مولات المادة قبل بدء التفاعل ناقص عدد المولات اللازمة للتفاعل. هذه هي القوانين التي سأستخدمها في الحل. طبعا بالنسبة لرقم هذه الصفحة، هو هذا السؤال في صفحة 51 يستخدم تفاعل طبعا في الكتاب القديم، سأذكر لكم هذه الصفحة في الكتاب الجديد. يستخدم تفاعل الثيرميت في لحام سلة الحديد حتى يتفاعل أكسيد الحديد Fe2O3 مع الألمنيوم لإنتاج أكسيد الألمنيوم Al2O3 والحديد السائل حسب المعادلة الموزونة. طبعا هذا السؤال آسف هذا السؤال تجدوه في الكتاب، وسنوريكم إياه طبعا في المادة. طبعا هذا أمثلة، لكن هذا السؤال يكون في صفحة 24 من الرزم التعليمية، لكن في صفحة 51 في الكتاب العادي. سنشرح هذا ثم نرجع للمثال. ما نوع التفاعل الذي حدث الآن؟ حدد المادة المحددة للتفاعل، احسب كتلة الحديد الناتجة. طبعا هذه المعادلة وهي المعادلة موزونة. طبعا هذه المعادلة الموزونة هنا في البداية، هذه المعادلة الموزونة أمامكم، عند تفاعل 300 جرام من الألمنيوم و 800 جرام من أكسيد الحديد. طبعا هنا أعطاك الكتلة لكل من الألمنيوم وكتلة الحديد. ما نوع طبعا التفاعل؟ هو تفاعل أحادي أو إحلال أحادي أو الإحلال البسيط، حيث أن الألمنيوم أنشط بكثير من الحديد فيستطيع أن يحل محله. طبعا حدد المادة المحددة، نأتي في البداية بعدد مولات
الكتلتين او المتفاعلات. هو اعطاك كتله للالمنيوم وكتله لاكسيد الحديد. فناتي في البدايه عدد مولات اكسيد الحديد وعدد مولات الالمنيوم، حيث نقوم بقسمه الكتله على الكتله الموليه. طبعا الكتله الموليه تكون معطى لديك عدد مولات الالمنيوم الكتله وهي عباره عن 300 جرام على الكتلة المولية وهي 27، وتكون معطى 300 على 27 يطلع 11.1 مول. ثم نأتي بالمثل بعدد مولات الحديد أكسيد الحديد Fe2O3 بقسمة الكتلة وهي 800 جرام على الكتلة المولية لها. طبعا نحسبها الـ Fe56 ضرب 2 زائد الـ O16 ضرب 3 مجموعهما 160 يطلع 5 مول. الآن عندي عدد المولات المحسوبة وهي عبارة عن عدد المولات الأصلية التي سأستخدمها في الحل، لكن من أجل إيجاد المادة المحددة نقوم في البداية بقسمة عدد المولات المحسوبة من عدد المولات الموجودة في المعادلة. انظروا هنا الأكسيد الحديد الثلاثي يوجد عدد مولاته هو 1، بينما الألمنيوم عدد مولاته 2، فنقوم بقسمة عدد مولات الألمنيوم المحسوبة وهي 11.1 على 2 تطلع 5.5، وأكسيد الحديد الثلاثي Fe2O3 5 تقسيم 1 فتطلع 5. من الذي يكون أقل؟ هو أكسيد الحديد. فأكسيد الحديد الثلاثي هو المادة المحددة والمعلومة، بينما الألمنيوم هو المادة الفائضة. إذا الذي يكون عدد مولاته أقل بعد قسمة عدد المولات المحسوبة على عدد المولات الموجودة المأخوذة من المعادلة هو المادة المحددة، والآخر يكون المادة الفائضة. هذه الأرقام لا نستخدمها مرة أخرى، فقط نستخدم عدد المولات المحسوبة والتي تسمى عدد المولات الأصلية. فثلاثة، احسب كتلة الحديد. طبعا الحديد هنا في النواتج، فهنا ننسى أرقام الألمنيوم، فقط نتعامل مع أكسيد الحديد والحديد. فهنا نعمل علاقة مع أكسيد الحديد وهو عدد 1 مول مع 2 مول من المعادلة من الحديد. 5 مول التي قمنا بحسابها بقسمة الكتلة على الكتلة المولية للأكسيد الحديد، وينتج كم يكون عدد المولات التي أحتاجها للحديد. نضرب طرفين في وسطين فتكون عدد المولات 10 مول. في هذه الحالة حسب القانون الكتلة المولية، طبعا عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية، تمام؟ لكن لو أردت أن أتي بالكتلة تكون عدد المولات هي عبارة ضرب الكتلة المولية. فعشر مولات الذي حصلناه ضرب الكتلة المولية تكون مطة 56، فيكون كتلة مولية للحديد هو 560 جرام، 560 جراما. يكون هنا هذا هو حل السؤال. بالنسبة للمثال السابق، يمكن تحضير الإيثانول من تفاعل الإيثيلين مع الماء في وسط حمضي كما في التفاعل. هذا التفاعل الكيميائي C2H4H2O مع إضافة الهيدروجين يعطيني حمض تحضير الإيثانول، هذا الإيثانول. فإذا تفاعل 180 جرام من الماء و200 جرام من غاز الإيثانول، احسب كتلة الإيثانول الناتج بعد انتهاء التفاعل، واحسب كتلة الماء الفائضة. كتلة الماء طبعا هنا معطيك السؤال، طبعا هذا السؤال بشكل أوضح هنا. ففي البداية نقوم بإيجاد عدد المولات المادة وعن طريق قسمة كتلة المادة على الكتلة المولية. طبعا نبدأ بالماء لأنه هو في النواتج أعطاني كتلة الماء وهي عبارة عن 180 جرام، وكتلة الإيثيلين 220 جرام. فنأتي نقسم كتلة المولية أو كتلة على الكتلة المولية لكل منهما، فأتي بعدد المولات. فتكون هنا عدد المولات للماء 10 مولات، وعدد مولات الإيثيلين 7.5. طبعا كيف نأتي بالمادة المحددة؟ نقسم عدد المولات المحسوبة على عدد المولات من المعادلة. من المعادلة تجد أن الماء والإيثيلين 1:1، لا يوجد أي معامل أمامهم. فعشرة بالنسبة للماء تقسيم 1 هي 10، وسبعة ونص بالنسبة للإيثيلين يطلع 7.5. الأقل هو 7.5، فهو المادة المحددة. إذا المادة الناتجة والأقل في القسمة هي المادة المحددة، وبالتالي هي مادة الإيثيلين.
إذن هنا نستخدم في حل المعادلة فقط الإيثيلين والإيثانول، لا نستخدم أي قيمة بالنسبة للماء لأن هي المادة المحددة الإيثيلين. طبعا كيف تحسب عدد كتلة الإيثيلين؟ في البداية نأتي بعدد مولات الإيثيلين. طبعا هنا بما أنه الأرقام واحد لواحد، طبعا نحن نتعامل بالمقص حتى تكون واضحة الأمور لديكم. هنا واحد مول من الإيثانول الإيثيلين مع واحد مول من الإيثانول 7.5 والتي محسوبة والتي قمنا بحسابها، كم تعطينا من الإيثانول عن طريق ضرب مقص؟ عدد مولات الإيثانول يكون 7.5 مول. إذن عن طريق قانون الكتلة المولية، عدد المولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية، نجد أن الكتلة تساوي عدد المولات الإيثانول ضرب كتلة المولية الإيثانول. طبعا عدد المولات الإيثانول جبناها 7.5 ضرب كتلة المولية الإيثانول 46 فيكون 354 جرام. هذا بالنسبة للجزئية الأولى. الآن في الجزئية الثانية يريد أن يحسب كمية المادة الفائضة. هنا نرجع للماء، لأن من المادة الفائضة هي الماء، فبالتالي عدد واحد مول من الماء هذا من المعادلة الرقم، والواحد مول من المعادلة من الإيثيلين. كم عدد المولات الإيثانول عند تفاعل 7.5 مول من الإيثيلين؟ فتكون عندي ضرب مقص عدد مولات الماء يكون 7.5 مول. المادة القانون عدد مولات المادة الفائضة يساوي عدد مولات المادة قبل التفاعل ناقص عدد مولات المادة اللازم للتفاعل. قبل التفاعل والتي قمنا بحسابه هي 10 مولات ناقص 7.5 قمنا بحسابها الآن، يتبقى 2.5 مول. وعن طريق قانون عدد الكتلة المولية، الكتلة تقسيم عدد مولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية، نجد منه أن الكتلة المادة الفائضة وهي الماء يساوي عدد مولات الفائضة ضرب الكتلة المولية. عدد مولات الفائضة حسبناها بعد تنقيص عدد المولات الأصلية ناقص عدد المولات اللازمة، يعطيك 2.5 مول ضرب 18 ويساوي في هذه الحالة 45 جرام. هنا سأعرض سؤال إضافي. هذا السؤال إضافي فقط طريقة إيجاد العدد المولات عن طريق حساب آخر التركيز والحجم، طبعا قانون آخر. هذا المثال حتى لا يكون مادة طويلة لديكم، هي محلول. إذا لم تفهموا هذه الجزئية اكتب لي في التعليقات وسأقوم بشرحه في الفيديو السابق اللاحق. الآن أذكركم أنه سيكون هناك فيديو كما في بعد يومين عن المردود المئوي، ومن بعد ذلك فيديو لشرح أسئلة هذا الفصل. تابعونا وانشروا هذه القناة حتى تكبر عائلتنا ونستطيع أن نستكمل معكم شرح هذه الجزئيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.